ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جاي اعمل لكم ريفيو عن كل الهايلايتر اللي عندي، تقريبا كلهم، يعني في نوع بس هو اللي مش موجود معاهم، بس انا عملت لكم عنه ريفيو قبل كده. كنت جايبه اللي هو كان بتاع الهايلايتر والبرونزر بتاع، كان اسنس اعتقد اسنس. دلوقتي هعمل لكم ريفيو عن ثلاث انواع هايلايتر انا جبتهم، هقول لكم رايي فيهم. اول حاجه اللي هو اوفرا، كلنا طبعا عارفين اوفرا، هوريها لكم دلوقتي. وهايلايتر الليكويد بتاع زوان، من زوان ستوكهولم، من اوريفليم، تمام. وكمان الباليتا الجديده بتاعه اوريفليم. طيب تعالوا مع بعض، كلنا طبعا عارفين هايلايتر اوفرا، تعالوا نشوف مع بعض اوفرا كده. ده شكل الباكج اللي هي جايه فيه اهو، تمام. بعد كده دي العلبه، هطلعها لكم. انا جايبه اللي هي الخماسيه اعتقد، اللي هي الخماسيه وفيها ثلاثه كده متفرعين. بصوا ده شكلها ايه من جوه، دي طبعا الاوريجينال. بصوا شايفينها؟ اللي فيها الخمسة الصغيرين دول والثلاث درجات دول، هوريهم لكم على ايديا دلوقتي. بصوا كده، دول الثلاث درجات دول اهم، شايفينهم اهو، ده وده وده، دول الثلاث درجات دول اهم. هوريهم لكم برضو الثلاث درجات دول على ايزي. بجرب حاجات، بصوا كده شوفوا الثلاث درجات اهو، الثلاث درجات اهو، تمام. يبقى كده جربنا الثلاث درجات دول، شفتهم على ايدي عاملين ازاي اهو، قلنا اهي دي ودي وده اهو، دي الثلاث درجات على ايدي. عايزه اوريكم كمان دول، بصوا اللؤلؤي ده، ده اللون اللؤلؤي، وبرده ده اللون ده اهو على اورنج شويه، شايفين اللون؟ بصوا هي الوانها جميله جدا 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 طبعا، وانا مش حاطه منها حاليا على فكره، وطبعا اللمعه بتاعتها قويه جدا. بصوا شايفينها؟ لمعتها قوية جدا جدا. ومن الحاجات الجميلة قوي 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 وحبيتها جدا، ودرجاتها هنا انا جايبة اللي هي دي، درجاتها كتير ودرجاتها كتير ومختلفة، شايفين الدرجات؟ ممكن تاخدوا لها سكرين كده، درجاتها كتير هنا، حوالي دول حوالي 8 درجات، يعني 5 في اللي هي المدورة الصغيرة وثلاثة تانيين منفردين. دي طبعا مشكلتها ان هي سعرها عالي جدا، يعني دي بتتباع بحوالي 800 جنيه او 750، جايباها من جوميا اعتقد، من جوميا، عشان عليها اوفر، لكن هي في العادي بتبقى 850 مثلا، فسعرها مش رخيص. بس عايزه اقول لكم حاجه، يعني انا كنت فاكره ان هي ما فيهاش جليتر، يعني بصوا في الضلمه او بالليل يعني كده الدنيا تمام، بس انا حطيتها وطلعت في الشمس في الشباك عندي ومسكت مرايه وبصيت، لا في جليتر، وفي جليتر ومش قليل، يعني هي فيها جليتر بيبان في الشمس، بتدي لوك حلو ولوك سينمائي كده وجميله وكل حاجه، بس هي فيها جليتر، تمام. بس من الحاجات بصراحه درجاتها طبعا دي اوريجينال زي ما قلت لكم، درجاتها على الطبيعه تجنن يعني، تمام. طيب ايه كمان يا بنات؟ برضو عايزه اوريكم طبعا الباكجينج، الباكج بتاعتها حلوه جدا، كجايه كمان في علبه تانية
بيضه فوق دي. طيب ايه كمان عايزه اوريه لكم، برده الهايلايتر بتاع اوريفلام، وما حسيتش على فكره الفرق بينهم. يعني انا حاطط لكم هنا من ده، انا مش كنتش حاطه هايلايتر خالص، انا بس كنت حاطه عادي بلاشر عادي بتاع كرات اللؤلؤ اللي هي من اوريفلام درجه الريديانس، وكنت حاطه برايمر بتاع الجورداني، فهو ممكن بيكون بيدي جلو للبشره، لكن مش حاطه هايلايتر خالص. تمام. طب تعالوا بقى نبصوا بقى، دي من اوريفلام، شايفين درجاتها وشايفين اللي في النص ده هو الهايلايتر بتاعها، والبرونزر اللي جنبه، والناحيه التانية البلاشر. تمام. تعالوا مع بعض نجرب دي، وبرده هوريها لكم على ايدي. بصوا دي برده حلوه جدا جدا جدا، بصوا، وقويه جدا جدا. بصوا يا بنات اهي، دي حلوه جدا وقويه جدا جدا. هنا كنا حطينا بتاع اوفرا، وهنا حطينا بتاع اوريفلام اهو. وممكن برضو دي البراش بتاعه الهايلايتر، بصوا كده، ممكن تحطيه بالبراش وممكن تحطيه بايدك عادي، يعني كده او كده. شايفين قد ايه جميل، بنحطه على العظمه، الهايلايتر بيبقى على العظمه، شايفين حلو جدا جدا. وهنا اوفرا وهنا اوفرا كمان، ما كترتش يعني، ما حطيتش حتى بالبراش، حطيته بايديا. يعني الهايلايتر البودر، انا هوريكم كمان تالت نوع عندي، بس انا بحب الهايلايتر البودر اكتر من الليكويد او من الكريمي، يعني ده بيبقى سهل اكتر في استخدامه. بحب يا بنات الهايلايتر البودر ده، بحبه اكتر من الكريمي، يعني بحب اللي هو البودر ده اكتر من الكريمي. سهل في الدمج وسهل في الاستخدام، ومش بيعلق معاكي ولا اي حاجه غير خالص الليكويد. الليكويد بيبقى شويه محتاج ان انت تكوني عارفه تدمجيه صح يعني، والا مثلا لو استخدمتيه غلط او كترتي او كده هيبقع معاكي ومش هيبقى لطيف. يعني مثلا ده من الحاجات الجميله قوي اللي انا بحبها، هي ميزه الليكويد بقى ايه بقى، ان انت ممكن تدمجيه مع كريم الاساس فتوزعيه على البشره كلها، فيبقى كل البشره عندك جلوي وبتلمع وحلوه. ممكن كمان الليكويد برضو تستعمليه برضو هنا على الروج مثلا، فيدي زي اضاءة مثلا. هوريكم بصوا، يعني تحطيه مثلا سنة كده على الروج هيفتحه ويديله لمعة حلوة جدا. يعني انا طبعا مخففه شويه، انا ما بحبش اللمع قوي في الروج. تقدري تحطيه على الروج، تقدري تحطيه بقى توزعيه يعني تحت الحواجب، ممكن البودر تحطيه تحت الحواجب عادي في الكورنر العين برضو، ده او ده. لكن اللي تقدري تدمجيه مع كريم الاساس هو ده. تقدري مثلا تعملي بيتعمل بيه كذا حاجه، استخدامات كتير قوي للليكويد. لكن هو يعني انا بفضل ايه، انا بفضل الهايلايتر اللي هو البودر، سهل في الدمج والاستخدام والتوزيع وكل حاجه، هو اسهل وبحسه احسن. بس طبعا الانواع يعني اوريفلام دي تحفه جدا، هي عباره عن هي ثلاثيه، فيها البلاشر وفيها البرونزر وفيها الهايلايتر، وبتبقى 200 وحاجه يعني. الاوفرا حلوه جدا بس غاليه جدا. وعلى فكره حطيت الاثنين في لما قلت لكم شفت في دي في الشمس، دي كمان كانت الناحيه الثانيه في الشمس. ما حسيتش ان الاوفرا على الرغم سعرها ده اللي هي يعني فيها جليتر اقل ولا حاجه، لا انا بالعكس يعني، انا يمكن حسيت ان دي اقل سنه كمان، او ان يعني ممكن نقول زي بعض، بس لو اقل مش الاوفرا مش اقل ولا حاجه لا. بالليل شكله حلو وجميل ومش باين الجليتر ولا اي حاجه ولا على الكاميرا ولا حاجه، بس في الشمس كان في جليتر بيبان يعني الحاجه عشان تشوفيها صح بتشوفيها في الشمس، وانا وقفت في الشمس كده وبصيت وشفت. لكن هو في المجمل حلو وجميل وثابت معاكي جدا، ومن الحاجات الحلوه قوي يعني بصراحه. هو مشكلته بس ان هو سعره عالي شويه، تمام، بس هي من الحاجات الحلوه بصراحه اللي انا يعني كانت تجربه كويسه. ميرسي جدا ليكو، ده كان كل الهايلايتر اللي عندي اللي انا بستعمله، سواء ليكويد سواء باودري او يعني باودر وكده. واكتر الحاجات اللي انا حبيتها والليكويد اكتر ولا الباودر، يعني ده كان رايي في الهايلايتر. ميرسي جدا ليكو، يا رب اكون افدتكم باي حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو، وتكتبوا لي رايكم في الكومنت، وتعملوا لي لايك على الفيديو وتقولوا لي حابين اعمل لكم فيديوهات ايه تاني. ميرسي جدا ليكو، باي.